مع انعدام فرص العمل وانقطاع الوظائف الرسمية وما تعيشه اليمن من وضع غير طبيعي، تنتشر البطالة ويمتد رصيفها بامتداد سنوات الحرب التي دمرت الكثير من آمال الشباب وألقت بظلالها السوداء حتى على المحافظات التي لم تشهد مواجهاتها أو أخرجت من دوامة الحرب إلى بر السلام. أنور بافطيم شاب يمني من حضرموت لم يستسلم لقسوة الحياة والظروف غير المشجعة على إنشاء مشاريع تجارية خاصة مع الغلاء المتفاقم وتراجع القدرة الشرائية في مجتمع المستهلكين. بدأ بافطيم مشروعه الخاص بمزرعة صغيرة لتربية الدواجن من صغرها حتى موعد جاهزيتها للبيع والذبح، معتمدا على ذاته وإمكانياته الشخصية في خضم هذه الحياة الشاقة بحثا عن رزقه المكتوب في غمار الكفاح والكدح النبيل. الفكرة جاءت في بداية المشروع، معانا أرض فاضية، قمنا ببناء أول عنبر يأخذ 1500 كتكوت. بعد ما شفنا المشروع نايح عملنا العنبر الثاني يأخذ 1000 كتكوت، وبعد تم تطوير المشروع إلى أن صار 5 عنابر تأخذ كل عنبر 1500 والثاني 1000 والثالث 1500 والرابع 1000 والثاني 1200. استطاع أنور بافطيم عمل عدة عنابر متعددة لتربية الدواجن بحيث يتوافق كل عنبر مع عمر الأفراخ ومرحلة نضوجها، وهو يعطي لها وجبة غذائية خاصة تتناسب مع عمرها وحجمها. إلا أن هناك عوائق كبيرة تواجه أنور في مشروعه الخاص كارتفاع أسعار الأفراخ والكتاكيت وأسعار الحبوب وشحة توريدها بين فترة وأخرى نتيجة للوضع الدائري في البلد الذي أعاق حركة الاستيراد الخارجي. كون بداية الكتكوت من اليوم الأول درجة الحرارة تكون 38 درجة مئوية الآن تصير 22 درجة مئوية، يكون تعطيل في بداية الأكل حقه يكون بدائي، علف بدائي الآن يصير 17 يوم، بعد 17 يوم نعطيه العلف النهائي حتى يصير عمره 35 يوم بعده يكون ذبح. تربية الدواجن أحد المشاريع الخاصة التي تساعد على القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لعدد من الأيادي المحلية التي تعول أسرها وتلبي احتياجاتها المعيشية من هذه المشاريع الصغيرة لكنها الكبيرة نفعاً والوفيرة خيراً. طبعاً نحن نؤيد إنشاء مثل هذه المشاريع التي تحد من البطالة بين الشباب وتنافس المنتجات الخارجية. تجربة الشاب أنور بافطيم في هذا المشروع الخاص بتربية الدواجن منحته جرأة الأمل في تطوير المشروع ليغدو في قادم الأيام مزرعة وطنية لإنتاج الدواجن والبيض للإسهام في رفد الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية بهذا المشروع الغذائي الهام. كثيرة هي الأفكار التي تساعد الشباب على اتخاذ مشاريعهم الخاصة للاعتماد على ذاتهم في تلبية احتياجاتهم بدل من الانتظار طويلا في طوابير البطالة. فهمي بارمادي، قناة سهيل، سيئون.